ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا فاطمة ودي قناتي. هقدم لكم النهاردة وصفة حلوة قوي قوي. هقدم لكم بسكوت بالبرتقال، هقدمه بطريقة سهلة جدا جدا، وكمان هقول لكم على افكار للتشكيل. طال حلو جدا جدا، شايفين دايب جدا وجميل جدا. لو مشيتوا معايا على المقادير مظبوط هيطلع معاكم بجد احلى بسكوت بالبرتقال. يلا نشوف مقاديرنا ايه. انا معايا هنا كده دقيق، ويكون دقيق متعدد الاستخدامات. معايا كمان كوباية من الزبدة، ومعايا ربع كوباية من الزيت، معايا حبيتين من البيض، معايا معلقة كبيرة من بشر البرتقال، معلقة صغيرة من البيكنج بودر وفانيليا، ومعايا كمان كوباية من السكر، ومعايا كمان نص كوباية من عصير البرتقال. اول حاجه كده في بوله فاضيه هبدا اضيف فيها كوبايه الزبده. انا معايا هنا كوبايه من الزبده، تكون بدرجه حراره الغرفه. هضيف كده الزبده في البوله، وكمان هضيف عليها السكر. انا عندي هنا كوبايه من السكر. السكر تقدري تزودي تقدري تقللي حسب راحتك. انا هنا كده السكر بالنسبه لي كان مظبوط جدا جدا، زي ما قلت تقدري تزودي وتقدري تقللي براحتك. انا كده هبدا ان انا ادمج كده الزبده في السكر، علشان وانا بضرب المضرب الكهربائي السكر ما يطرش مني في كل مكان، فهبدا كده ادمجهم في بعض. تمام كده خلاص، هبدا اضرب كده بالمضرب الكهربائي الزبده في السكر. انا عاوزه هفضل اضرب لحد ما الزبده بتاعتي لونها يفتح، وكمان لحد ما تديني قوام كريمي زي اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده. لو وصلتوا معايا للمرحلة دي في الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تمام كده، هو ده القوام اللي انا عاوزاه، قوام كريمي. الزبدة عندي هنا لونها بقى فاتح جدا، وادتني القوام اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، هبدأ دلوقتي ان انا اضيف بقية المكونات اللي عندي، اللي هي البيض والزيت وكمان عصير البرتقال وبشر البرتقال والفانيليا. معايا هنا حبيتين من البيض، والبيض برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة. معايا كمان نص كوباية من عصير البرتقال. عصير البرتقال ده عندي فريش بدون مية. معايا كمان ربع كوباية من الزيت. معايا معلقة كبيرة من بشر البرتقال، وبشر البرتقال في الوصفة دي بيفرق جدا جدا يا جماعة، بيدي للبسكوت بتاعي نكهة وريحة وطعم مش قادرة اقولكوا، بجد بجد بيفرق جدا. ومعايا كمان حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا. هبدأ اضرب برضو المكونات دي كده كلها مع بعض لحد ما تديني القوام اللي انا عاوزاه، قوام كريمي كده وهش، وهتشوفوه معايا دلوقتي. تمام كده، انا دلوقتي بضرب في المكونات اللي عندي، شايفين القوام ده. دلوقتي هنشوف مع بعض القوام ده اللي انا محتاجاه ولا لا. تمام كده، انا بنزل كده الحروف اللي عندي علشان اتأكد ان كل المكونات اللي عندي انضربت مع بعضها كويس جدا. القوام ده لا، انا عاوزة اضرب فيه كمان شوية. انا عاوزة يكون قوام كريمي وهش عن كده، فهبدأ اضرب فيه كمان حوالي دقيقتين لحد ما يديني القوام اللي هتشوفوه معايا دلوقتي، وده القوام المظبوط. ايوة كده، شايفين شايفين اللون فتح معايا جدا جدا، واداني القوام الكريمي الهش اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، هو ده القوام المطلوب. معايا تاني حاجة بقى دلوقتي، معايا هنا الدقيق بتاعي انا ضايفة عليه ربع معلقة صغيرة من الملح. هبدأ انزل بالدقيق بتاعي تدريجيا. انا هنا في الوصفة بتاعتي دي احتجت بالظبط 4 كوبايات ونص من الدقيق. هنزل بهم كده تدريجيا لحد ما العجينة بتاعتي تتلم معايا، وكمان ضفت عليها معلقة صغيرة من البيكنج بودر. البسكوتات يا جماعة اولا ما بتتعجنش، ثانيا لازم ننزل بالدقيق كده تدريجي، لان كل انواع الدقيق بتاعتنا مش زي بعضها، فممكن يعني انا احتجت هنا 4 كوبايات ونص من الدقيق، انت ممكن تحتاجي اكتر او تحتاجي اقل، فعشان كده بقول لكم
لازم ننزل تدريجيا بالدقيق. انا هنا كده نزلت بنص الكمية، لسه عايزة معايا، فهنزل بالكمية الباقية اللي عندي. زي ما قلت لكم انا هنا احتجت بالظبط 4 كوبايات ونص من الدقيق علشان العجينة بتاعتي تتلم معايا. دلوقتي بقى هبدأ اعجن فيها بايدي كده، يعني مش هعجن بمعنى اعجن، لا، هلمها كده. البسكوت بتاعي ما بيتعجنش، اي بسكوت يا جماعة ما بيتعجنش، يدوبك بس كده ادخل المكونات كلها في بعضيها، اللي هي المكونات السائلة مع الدقيق بتاعي، لحد ما يديني العجينة اللي انتوا شايفينها دي وتديني القوام ده. تمام كده، شايفين هو ده القوام بتاع العجينة بتاعتي، عجينة طرية وحلوة جدا جدا، ملمسها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. بكورها بتتكور، بفردها بتتفرد، حلوة قوي قوي قوي. هو ده زي ما قلت، هو ده القوام المطلوب اللي انا عاوزاه والملمس اللي انا عاوزاه للعجينة بتاعتي. دلوقتي بقى كده انا هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة وبعدين نبدأ نشتغل فيها مع بعض. تمام كده، كانت العجينة بتاعتي هنا ارتاحت حوالي ربع ساعة. هبدأ دلوقتي كده بين ورقتين من الزبدة، هاخد قطعة من العجينة وهبدأ ان انا افرد فيها كده بالفرادة بتاعتي او بايدك زي ما تحبي. فانا هبدأ ان انا افرد فيها كده، وانا عاوزة السمك بتاعها يكون حوالي 0.5 سنتي، ما تكونش اكتر من كده ولا اقل من كده. هبدأ افرد فيها كده زي ما انتم شايفين، وهقول لكم على طريقة سهلة جدا جدا للتشكيل بتاع البسكوت بتاع ده بدون اي اشكال او قطعة بسكوت او بصمة بسكوت او اي حاجة. يعني هو يدوب بس كده بالسكينة انا فردتها زي ما انتم شايفين كده، وبالسمك اللي انتم شايفينه ده زي ما قلت سمك 0.5 سنتي. وهبدأ كده اجيب السكينة بتاعتي واخد خطوط كده بالسكينة بالطول وبالعرض زي ما انتوا شايفين كده، يدوبك بس باخد علامة كده، ما بنزلش بالسكينة للآخر، يدوب بس كده باخد علامة يعني بسيطة كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة. تمام كده، زي ما قلت انا ما بنزلش بالسكينة للآخر، يدوب بس كده بعلم على العجينة بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. شكلتها كده طول، وهاخدها كمان عرض نفس الطريقة برضو اهو زي ما انتوا شايفين. دي طريقة سهلة جدا جدا لتشكيل العجينة بدون اي بصمة بسكوت او بدون اي قطاعة او بدون اي اشكال، سهلة جدا. اديتني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلوة قوي قوي. هبدأ دلوقتي بقى باي قطاعة عندك، باي كوباية، باي حاجة عندك، باي غطا، باي حاجة، هبدأ ان انا كده اقطعها بالشكل اللي انت شايفينه ده. دي يا جماعة ابسط طريقة، اللي ما عندوش قطاعات او اللي عنده بصامة بسكوت او اللي مش متاح عنده اي حاجة يعمل بها اشكال، فالشكل ده سهل جدا جدا واي حد فينا يقدر ان هو يعمله. تمام كده، خلاص انا كنت قطعت الكمية كلها. هبدأ بقى كده بطرف سكينة او بطرف اي حاجة عندي، وابدأ ان انا اشيل كده في البسكوت بتاعي بشويش كده وبالراحة زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ان انا كده في صينية يكون فيها ورقة زبدة، وهبدأ ارص فيها البسكوتات بتاعتي. تمام كده، ما تخافوش، مش هتتفرفط مني او مش هتفك مني، اهو زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة. تمام كده، دي كمان شكل تاني كده معايا. انا برضو فردت العجينة بنفس الطريقة وبسمك 0.5 سنتي، ودي كده عندي شكل مش بصامة بسكوت ولا اي حاجة، دي مجرد كده عندي زي مصفى كده، والفتحات بتاعها واسعة شوية. برضو حاولت ان انا كده اخدها كده على العجينة، اخد منها شكل كده زي ما انتم شايفين. دي برضو معايا شكل تاني، وبنفس القطاعة برضو هبدأ كده ان انا اقطع كده دوائر على زي ما قلت بكوباية، بقطاعة، بغطاء، باي حاجة عندك. لو مش حابة انك تعملي كده ممكن تفرد العجينة برضو زي ما انا فردتها كده وتقطعيها بس بكوباية كده، لو مش حابة عليها اي اشكال، يدوب بس كده تاخديها دوائر زي ما انا اخدتها كده. تمام كده، هو ده الشكل الاولاني زي ما انتم شايفين، وده الشكل التاني برضو قدامكم زي ما انتم شايفين.
حلوين قوي قوي. طبعا انا مسخنه الفرن كده من اول ما بدات ان انا افرد فيهم على درجه حراره 190 في الرف اللي في النص لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت، وبعدين هفتح عليها الشوايه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كانت البسكوتات بتاعتي طلعت من الفرن، شايفين واخده اللون الذهبي كده من فوق، حلوين قوي 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 قوي، جمال جدا. ولا ريحه البيت يا جماعه كانت مقلوبه من ريحه البسكوت، بجد تحفه جدا جدا. شايفين ما فرش مني، ما انتفخش قوي، بنفس الشكل بتاعه، حلو قوي قوي بجد يا جماعه، جربوه مش هتندموا. لو كنتوا وصلتوا معايا للمرحله دي في الفيديو طبعا ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تمام كده واخده معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل حلو قوي، وشايفين واخده اللون جميل جدا جدا. طبعا انا هسيبها كده على جنب لحد ما تبرد خالص خالص.